مساء الفل. مساء الهنا. ساعة كده وهنبلغ الإدارة عبل لما ترجعوا بالبضاعة المطلوبة. لا، رايح فين؟ أنت هتفضل معايا هنا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة. ده كان اتفاقك مع رحيم؟ معلش، في شوية لبش كده في المينا، فأنت هتفضل معانا ناخد ونس بعضينا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة، ولا تحب بقى أخلي العربيات قبل ما تتحرك ترجع المخازن تاني وهو نوفر بنزينها؟ بص يا معلم، لما تتفق مع رحيم السيوفي على حاجة هتتعور قوي قوي لما ترجع فيها. هشام اجهز. ماشي، يلا يلا عمنا. يلا رجالة نجهز بسرعة. بطل بقى. عبودة، ايه الاخبار؟ والله انا مش مطمن، عربيات داخله وعربيات خارجه، مش فاهم حاجه. بص يابا، انا مش هتحرك الا لما افهم ايه التيتا. طب فتح لي دماغك معايا يا عبود. ماشي، انا جاي بالعربيات الفاضيه صح؟ ماشي. رحت المينا حملتها بالبضاعه السليمه. امين. وانت في عربياتك هنا البضاعه المضروبه. جميل، حلو قوي. احنا هنبدل البضاعه المضروبه بالبضاعه السليمه وناخد احنا البضاعه السليمه وارجع بالمضروبه على المينا. ايوه، الله يفتح عليك. خير على فين؟ يلا معانا. يلا بينا. وصلوا؟ تمام تمام تمام. العملية شغالة يا عماد بيه. العملية لسه هتبدا. يا ما نفسي يا عماد اشوف الواد هشام وهو بيتعسر قدام عيني. ان شاء الله لما اروح السجن بزوره. بط يلا يا رجاله بقى والنبي. بس انا مديك ربع ثمن البضاعه، بعدين كده كده الحكومه كانت هتقفشها وتروح عليك خالص. احمد ربنا الخساره. ايه يا راجل، الخساره كلها اهي، هي دي الخساره. سيد خسر كل اللي حيلته ولسه بطل. خليك قدوتك بقى. رايق قوي انت يا عم حميد. ايه انت شيل الشيك في جيبك ليه؟ عايز ترجعه؟ هات. انا خايف من رحيم. اشمعنى؟ اكيد هيعرف ان انا اللي ورا المغرز ده ومش هيسيبنا. وبعدين؟ بعدين ايه يا عماد بيه؟ ده رحيم، انت ليه حاطط ايدك في ميه ساقعه كده؟ انا بحب الميه الساقعه جدا، تصدق؟ جرى يا عم عماد، تعالي الراجل ليه؟ انت خايف يعني لرحيم يفهم ان ده مغرز؟ سهله، احنا بقى نقلب عليه الترابيزه. عارف هتعمل ايه ولا اقول لك؟ بص يا سيدي، انت هتروح له وتمسك في خناقه وتقول له ضاعتي فلوسي شقايا، وتشد قوي في الموضوع ده. ده هيخيل عليه؟ هيخيل وهتشوف. بس هيتقال انت عليه خالص وما تكلموش نهائي لغايه ما نشوف هو هيعمل ايه. حلال عليك يا عم كيمو، اي جنيه تطلع بيه منه. ماشي يا كمال؟ ماشي تمام. قطمني يا سيدي.
ألف مبروك يا كمال. ما تتحركش من مكانك يا شبورة. رحيم. ازيك يا رحيم؟ الحمد لله على السلامة. هو في ايه يا رحيم؟ أنا في الأول وبعد كده أنت؟ بسيطة، الحمد لله إن احنا بخير. الحمد لله. أنا عرفت إن العربية وصلت. أنا قلت مفيش حد في الدنيا ممكن يحل الموضوع ده غيرك أنت يا رحيم. أنت عارفة يا حاجة، أنا دايما تحت أمرك. بس رحيم في حاجة كده أنا مش فاهماها. إيه هي؟ هو أنت شايف إن كل اللي بيحصل ده مش غريب؟ إيه الغريب فيه؟ يعني لما يكون في كمين نازل لكم مخصوص ويتقبض عليك ويسيبكم في نفس اليوم، شايفه ده إيه؟ عادي كده يعني؟ آه، علشان كده بقى طلبت تقابليني في حتة بعيدة عن القصر والمركب. حرص مش عيب؟ أنت شايفة يا حاج؟ لا لا، مش أنت اللي تسأل، أنا اللي أسأل. والله أنا لو مكانك هقول إن أنا عملت ديل مع الضابط علشان يخرجني. على العموم لو مش عايزة نشتغل مع بعض تاني مفيش مشكلة. أنا لو مكانك أخاف. أنا ما بخافش. طب بالعقل كده، هما يمسكونا ليه؟ هما لو معانا حاجة؟ ما هي لو نقطة تفتيش عادية هقول ماشي كلامك يعدي، لكن لما يكون في كمين نازل لكم مخصوص يبقى مش عادي. ثم هم عرفوا خط سيركو ازاي. انا مش عاجبني الكلام. ولا انا. طيب انا قلت اللي عندي، انت بقى لو لقيتي اي تفسير تاني يبقى يكلميني عرفيه لي. يلا هشام. يلا رحيم. لازم حاجة. مع السلامة. ايه يا ابني انت هو ده؟ تعبيت يا ابني انت هو؟ ايوه. امتى؟ طب انا جاي حالا. قول اللي بعتك عيب. ما تقول لها يلا عيب. طب يلا اطلع. رحيم بيه؟ نزلوه. عملت يا رحيم بيه اللي بيحصل ده كله؟ ما كفايه الخراب اللي انا شايفه بسببكم. سيبوه. اجري. ايه؟ اجري.